مرحبا، انا مصطفى من محافظه بابل. انا عندي هوايه بالطبخ من انا وصغير، بس جمعت هاي الهوايه وكملت دراسه، جمعت هاي المعلومات وطبقتها على ارض الواقع، وطلعت مسابقات خارج العراق ومثلت محافظتي ومثلت العراق، والحمد لله والشكر اليوم يعني سوينا شيء بسيط للبلد وللمحافظه. مشاركاتنا خارج البلد كوننا حصلنا على 5 ميداليات ذهبيه، واخر شيء كان عندنا المسابقه باربيل، المهرجان اللي صار كان شيء كلش مفخره وجميل، وتاهلنا من خلاله البطوله كاس العالم اللي راح تصير باسبانيا. شكرا استاذ عمار وشكرا قناه دجله لاهتمامكم بهذا الحدث الجميل. مصطفى، اكو موضوع مهم، انه مهما يصير للشخص من اخر شيء هم اكو انتقادات توجه لك على اكل معين. اكيد اكيد، وهوايه يعني تعرف اليوم الاكل اذواق، انت لازم اكيد تدل على انه اكو ثقه بالنفس، وهذا شيء ايجابي بالنسبه للشخص واصل مرحله كثير. اهنيك طبعا على هذا. شكرا لك استاذ عمار. طبعا. حبيبي، احنا اليوم انا عن نفسي يعني او اخوتي الشيفات البقيه، اليوم من تجيني الشكوى انا اعتبرها ملاحظه او اعتبرها فائده الي. اليوم من الزبون يشتكي، اليوم اذا انا مستمتع بالاكله راح مستحيل اني اقول عليها مو طيبه، بس اليوم من يجيني ويشتكي انا اروح اصحح خطاي. يعني احنا كنا نخطئ، اختلاف اذواق، او هو ممكن جزء انا عندي غلط، فمن اني اروح ادرس بيني وبين نفسي، او اروح نفس الاكله ارجع لها واتذوقها حتى ثاني يوم اني اقدم شيء يرضي الزبون. لان هي هاي خدمه الشيف هي عمل خدمي، والطبخ حب. اذا ما تكون الاكل بحب ما راح يطلع بالنتيجه اللي انت تريدها. اليوم انا عندي مثل بنفسي، يعني اقدم الاكل مثل ما احب يتقدم الي، اقدمه للزبون مثل ما انا احب اكله، من خلال دراسه الهايجين. الهايجين دراسه ما تعتمد فقط على الطبخ، تعتمد على نظافه المطبخ ونظافه التقديم. الحمد لله والشكر انا عندي شهاده بالهايجين ومحافظ عليها، ودرجات الاستواء اللي نستخدم لها جلاميتر الحراري، ونسبه الدهون اللي هي دخلناها من خلال دراسه بالاستدامه ودراسه الهدر، الحمد لله والشكر انا دا اطبقهن بالمطبخ كلهن. اكيد لازم دراسه، وموجوده من المعهد البريطاني، وهواي كتب موجوده انه تقدر توصل لها بكل سهوله. في العالم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اكل طيب حقيقه يعني، والطريقه حلوه هاي مال الدجاج بالملح نرفع على، انا سالت عليه انه طريقه تركيه يقولون يعني متطوره عندنا بالعراق. ثاني المطعم حقيقه نظيف واجواء حلوه، كوني يعني بالريف من اهل الجبله وهاي محافظتي هذه، فاحنا كل ما نجي هنا نمر نتعشى شويه نغير جو. المكان كلش مرتب، المكان نظيف يعني الطبيعه حلوه، الناس اللي تشتغل بيه مرتبين حقيقه، انظار من كل النواحي يعني. راحه نفسيه لما نشوف ان المطعم، واحنا نشكر قناه دجله على المتابعه. فاحنا انا تجايك اي، فانا حقيقه احب الاجواء، فاحب النظافه، احب شيء اشكال يعني. الاخوان يعني مرتبين نظيفين، يعني واحد يخليك يعني تشتهي ترتاح شويه. عافية. السلام عليكم. عليكم السلام. شفت ما اخذت صور، وهاي ذكريات حلوه ما تنسى. اي والله ذكريات حلوه، وحقيقه يعني قناه دجله سباقه بكل حدث، تنقل اي حدث. اي والله يحفظها ويحفظ الكادر مال دجله، وكلكم نحبكم، والعراقيين يحبون قناه دجله بالاخص. في دول قلبك. اليوم احنا نريد نقيم شيف مصطفى اللي قدم لكم الاكل. نعم. شنو رايك بالاكل؟ والله اكل طيب، واجواء طيبه، ومطعم نظيف. اليوم اول يوم اطب هنا، ما ادري بهذا البستان اكو مطعم هيك حلو، مو تريد صدق غير يعني. اي احنا نقول له البستان. اي احنا بالنسبه ان هذا نقول له البستان، ما نقول له مطعم كنا قبل. بس صلوات على محمد، يعني كلش حلو. اهم شيء الاكل يعني. الله يساعدك. اول مره احنا، انا اول يومان
يعني انا مفتر بكل محافظات. اطيب اكل انا اكله بابل على العموم يعني بابل فقط بس بابل. هو اليوم اكل يعني درجه اولى وخوش اكل وعلى العموم يعني جيد جدا.